مساء الخير مشاهدينا ورمضان كريم للجميع. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الجزائرية للخير، مبادرة قناة الجزائرية لرمضان 2021. من هذا المكان حبيت نستقبلكم اليوم في تجربة إنسانية جديدة رفقة ضيوف الحلقة اللي راح تكتشفوهم بعد قليل. دائما مشاهدينا مع أجواء مطعم عابر سبيل ومبادرة قناة الجزائرية وان لرمضان 2021، لحقنا هنايا في هذا المكان اللي تقريبا يوميا، ولا ماشي تقريبا يوميا، رانا نعيشه ونعيشوكم فيه المواقف الإنسانية واللحظات الإنسانية رفقة هؤلاء الأشخاص. سيدة عمروش مساء الخير. مساء النور وليدو، معليش جيلي منها. مساء النور، مرحبا بك. وبك مرحبا، يعيشك وليدي. مانيش عارف شحال انا ماشيين في اليامات، مي يامات ربي يجوزو بالخف. بيان سيغ، رانا نورمالمون اليوم رانا 9 ايام وغدوه ان شاء الله تكون 10 ايام، ورانا يعني رانا الا قدرنا ربي نديرو في الخير ان شاء الله ربي. ان شاء الله ربي يقبل منا ومنكم. مازال كي معانا من اليوم الاول كيما وعدتينا سيدة عمروش. يا ربي ان شاء الله حتى وين تقولوا كلش خلاصه يا غدوه العيد. ان شاء الله بالحسن، ان شاء الله امين يا رب العالمين لينا وجميع المؤمنين. يعني يطول عمرك. قالت لنا سيده صالحي بلي درتي لنا اليوم الروز مع جلبانه وزروديه ودجاج محمر بليس الحريله وسلطه فاغي. يعطيك الصحة. سي ان سبيسيال ديديكاس لزميلتنا ياسمين، باسكو ياسمين قالت لي امين كل ما كنت فيلمي وكنت توريولي غير الشلاضة. قلت لها لا 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 انا نطيبو دائما دائما خير ربي. البارح درنا طاجين زيتون، لو البارح درنا كباب، يعني كل نهار ونهار ورانا نطيبو وش يطيبو الناس. حنا اهم شيء انه خيرنا مكان بسيط مع ناس بسيطة ورانا نقدمو العادي اللي يلقاوه الناس في كامل مطاعم الرحمة. اكزاكتومون، يعني رانا نديرو على عادي، يعني ما راناش نطيبو ما نطيبوش كاع ولا نطيبو افخم الطياب، ولا رانا عادي شوربه دائما ولا حريره سلطه فاغي دائما والدوزيام بلا راهو باين. الحمد لله وعليه الحمد والشكر يا سيدة صالحي. مساء الخير. مساء الخير اخويا امين، مرحبا بك. يطول عمرك، مرحبا بك انت يا سيدة صالحي. شفناك في اليوم الاول هنا بمطعم عابر السبيل لمبادرة قناة الجزائرية رمضان 2021، وراكي مكملة معنا في هاد الايام. انت حريصة جدا انك تكوني حاضرة معنا يوميا في مطعم الرحمة. وي فاسو، حنا دايرين الواجب تاعنا في هذا رمضان الكريم. رانا هنايا من الاول يوم حتى لاخر يوم، انا مع توجور مع امين زيري جزائريه وان. فوالا رانا نطيبوا ورانا نديروا في الحسنات كما يقولون، وكلوا عبر السبيل. عندنا الناس هم يجوا ياكلوا معنا، عندنا لي شونتي، عندنا يعني الحمد لله كاين غاشي. شكرا لك وربي ان شاء الله يقوي الخير في شهر الخير. ان شاء الله ربي يقوي الخير وان شاء الله الخير توجور يقوى والناس دائما ندير الحسنه. وكل يعني انا نقول للناس اللي راهم برا يعني نعطي نصيحه، حاجه ما يبدلوش الخبز، الناس يرموا بزاف الخبز، نعطيهم نصيحه برك هذا من سمسي امين. هذه هي يديروا سفيريه كما اللي درتيها انا البارح. وي انا الخبز ما نرموش الخبز، حنا نديروا سفيريه ونديروا شابليور بيان سور، ما نبدلوش الخبز، حنا جامي نرموا الخبز الحمد لله. اهم شيء ديروا فيها بزاف فرماج ماشي كما اللي درتيها انا.
لا درنا فيها فرماج وشبيك امين، درنا فيها فرماج درنا كلش شبيك. شكرا سيده صالحي، يعطيك الصحه. يعيشك، ميرسي امين، يعطيكم الصحه انتم جزائريه وان، ونشكر الكاميرا اليوم معنا ويتعبوا معنا بزاف بزاف، يعطيهم الصحه، ميرسي بوكو. سيد ياسين مساء الخير. مساء الخير خويا امين، السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام. سيد ياسين هو الممثل التجاري للمركز التجاري اريج بالجزائر العاصمه هنا في دراريه ديال ابراهيم وعين بنيان. ماشي اول مره تكون معنا في مطعم عبر سبيل. نعم، هذه المره الثانيه او الثالثه ان شاء الله نتقاسم معكم مبادره هذه جد طيبه يعني، ورانا معكم ان شاء الله كل خطره يعني، كل مره توجهونا نداء ان شاء الله نكونوا ان شاء الله في الموعد باذن الله. هذا الشيء ماشي جديد على المركز التجاري اريج اللي في كل مره يلبي نداء الخير ويكون حاضر في المحافل الانسانيه. انا على بالي بلي راكم متواجدين معنا هنا في مبادره الجزائريه الخير لرمضان 2021، وكذلك اريج حاضر في محافل اخرى مع جمعيات اخرى حب اريج انه يدعمها بلك ماديا خلال الشهر الكريم باش تقدر تلبي حاجيات المحتاجين. نعم بالفعل، أريج مثل ما معروف بها مؤسسة 100% جزائرية وتلبي كل طلب كل يعني نداءات وكل مثل هذه المبادرات جد طيبة والمعروف على كل جزائريين يعني في هذا الشهر الكريم إن شاء الله بهذه المبادرات الخيرية و والافعال هادو. ربي ان شاء الله يقوي الخير ويكثر من امثالكم. نتوما اليوم حبيتوا تجيو وتقاسمونا اليوم هدايا هنايا في مطعم عبر سبيل. نعم، احنا اخترنا اليوم بالضبط باش نجوزوا معكم ان شاء الله اطعام هذا اليوم هذا معكم، احنا والطاقم تاعنا تاع اريج ان شاء الله تقاسموا معكم ان شاء الله هذا الجو تاع الافطار ان شاء الله. مرحبا بكم في كل وقت. انا نخليكم مشاهدينا تعيشوا هالمغامره معنا اليوم ورفقه الشباب اللي جاونا من المركز التجاري اريج اللي راهم ديجا في الكوزينه. ابار ياسين جيري من بعيد برك معاك جيري وانا انا وياك. شكرا لك، مره واحده اخرى. شكرا، بارك الله فيكم على الاستضافه وصحه رمضانكم. أنا نعود نوجه تحية للمركز التجاري أريج اللي قاعد يدعم في مبادرة الجزائرية الخير لرمضان 2021. شكرا على كل شيء. مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا بكم انتم معنا ومرحبا بنا هنا عندكم. شكرا لك. نتكلموا اليوم على مبادرة قناة الجزائرية لرمضان 2021 كأول مطعم عبر سبيل تقيمه قناة تلفزيونية جزائرية. جملة حكي صراحة شغل تداخل بين أريج ماركتينغ وهاد العفايس، وهذه حاجة ماشي جديدة على أريج موالف بهاد المبادرات، وإن شاء الله نكملوها هكذايا. ونهار هنا كان بيا كرانا نجوزو فيه معكم. أريج دائما يلبي نداء الخير والنداءات الإنسانية سواء في الجزائر العاصمة ولا في ولاية أخرى عبر التراب الوطني. بيان سور، شغل أريج واسع على مستوى الوطن كومبلي، ولازم يكون عنده هذه المبادرات كما يخدم في كاع الوطن يقدر يدير مبادرات في كاع الوطن. واليوم أنا نشوف هذا التزاوج بين قناة الجزائرية وان والمركز التجاري أريج، حاجة مليحة نفيدوهم ويفيدونا، والخير هو الأساس. شغل الحاجة اللي تجمعنا بين أريج وجزائر ياوان. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. حنا نشكركم كشباب واعد حبيتوا اليوم تقضيوا هاد الأجواء الإنسانية معنا هنا بمطعم عبر سبيل. كيفاش كانت الأجواء؟ الأجواء هايلة، أخاوية مع خاوتنا هنايا، وجوزناها في الخدمة على جورني كومبليت، قطع الخبز، حضروا الشربة، البورة، كلش.